هاي. العمل التطوعي بيهدف لتحقيق الخير بالمجتمع، ومثل ما بيدل اسمه بيقوم فيه الإنسان بشكل طوعي من دون إجبار من الآخرين. في عدة أنواع من التطوع، الافتراضي أو الإلكتروني يلي بيعني التطوع عن طريق شبكة الإنترنت، التطوع الشامل يلي بيعني كل الوقت، التطوع القصير المدى يلي بيعني العمل لأوقات قصيرة ومحددة. بيساهم العمل التطوعي بتحقيق مجموعة من النتائج مثل محافظة على استقرار وتطور المجتمع المحلي، توفير العديد من الحاجات الخاصة بأفراد المجتمع، الاستفادة من طاقات الشباب واستغلالها بأفضل الطرق تعزيزاً لشعور الرضا عن النفس والتخفيف من انتشار العدائية بين الأفراد بالمجتمع. مين قال إنه العمل التطوعي ساعد لبنان خلال المراحل الصعبة من خلال مؤسسات تطوعية معروفة من بينها الصليب الأحمر؟ أنا قال. بشوفكم بكره.